14 سنة، السنة دي في ثانوية عامة، ودلوقتي بعزف على الربابة. بابا بيعزف على الربابة برضو، فهو صراحة حببني فيها قوي. ولما جت فكرة ان انا اعزف ربابة وقلت لبابا، قال لي اختيار صح، ومفيش بنات بتعزف ربابة في مصر. هي آلة جميلة جدا. دلوقتي يعني عشان الثانوية العامة وكده مش بعزف عليها كتير، بس انا حباها وعندي اصرار ان انا اكمل فيها ان شاء الله. ماسكة القوس تقريبا سنة، يعني يعني صعبة جدا، يعني مش عايزة صبر، مش من اول مرة ان انا هعزفها بسهولة، يعني مش من اول مرة. بعد كده بدأت اخد بالتدريب تاني ليل الاغنية القديمة دي، واداني على ورق الفل برضو، واداني الضوء الشارد، واداني يانانا بتاع الصباح. محدش يعرف ان انا بعزف ربابة قوي، لانه بابا كان قايل لي مش دلوقتي، يعني شوية كده لما تمكني منها. فاجئ نفسي انا وياه عامة، ولسه ان شاء الله ادخل اعلام وابقى مذيعة. وبرده بالنسبة لقرية الربابة، الربابة برده معايا، مش هسيبها يعني ولا اهمل فيها، وهوفق بينهم ان شاء الله. ونفسي اعجب الناس، دي اهم حاجة، واعزف كويس، واروح حفلات مع بابا في ساقية الصاوي، في الأوبرا. ونفسي امثل مصر بآلة الربابة، ونفسي احضر مسابقات.